يعني النهارده احنا هنعمل كورس اصلا بنحاول نشوف نعرف على كورس تاني التركيب اللي اسمها ديزاين فلايت. وعلى اساس الكورس دي هنحاول ان احنا نقلل الكومبلكس بتاع بعض الالجوريزمز اللي انت عاملها عن طبعا كوميت بروف فورس سوليوشن بتاعتك ان شاء الله. فاتاكد بس في بدايه المحاضره دي لو عاوزاك يعني احنا بنتكلم على التفكير في طريقه التفكير، طريقه التفكير اللي احنا متعودين عليها بنحاول نغيرها، فتغيير طريقه التفكير ده بيحتاج عشان يحصل فعلا يحتاج مجهود. التالي حاجتين، نولج انت بتتعلمها يعني تعرف ايه هي طريقه التفكير دي مختلفه لبعض الامثله عليها، كل ما بتشوف امثله اكتر كل ما بتتعلم اكتر. ده شاطر الاولاني. الشرط الثاني ان انت تميز تتعلم الاول وبعدين تميز اي شورتج في اي شرط من الاثنين دول في الاخر مش هتعرف تغير حاجه كتير مش هتعرف توصل ان انت تفكر بالمرضين او باي طريقه تفكير مختلفه. الشرط الاولاني تتعلم ده المحاضره سكشن. الشرط الثاني ان انت تميز ده وتجربه زي ما كان بقى الشيكس الساينس اكسترا براكتسنج لازم تميز يعني هو تفضل المصدر بس لازم في بس ده كوريكشن معلش لتويس كنا هنلاقه من المحاضرتين على موضوع الوست والليست. المفروض ان الكود ده هو ماشي للناس بتاع 1000 وان فاحنا دايما لما بنانلايز عند لارج انتو دايما بنحسب لارج انتو فالكود ده لو عند لارج انتو هياخد اوفر ان هياخد اوفر ان بالظبط سواء كانت worst case أو best case. هنا ال best و worst هي تعتمد على شكل الانبوت وليس حجم الانبوت. يعني ما ينفعش نقول احنا ساعتها قلنا ايه ان هو لو مشي ل ان قدر من 1000 ده يبقى best case. معلومه دي غلط لان حد انت ما بتشكش على worst و best كفانكشن بحجم الانبوت. غير التسويق اللي حجم الانبوت كبير. انت بتعتمد على شكل الانبوت، طبيعه الانبوت وليس حجمه. فبناء على كده الكود ده الورست والبيست كور الاثنين اوردر ان بالظبط. دي بس تفصيل المعلومه عشان بس ايه ما تبقاش معلومه صعبه. يعني صار الورست والبيست هم كيسز بيعتمدوا على شكل الانبوت وليس حجم الانبوت. طبيعي اي كود لو مبنيته على انبوت صغير هيشتغل سكيلز. فده بسيط في الريزلت بتاع الكومبيتيشن الوان دول التوب فايف وهنانونس لسه كامله ان شاء الله على تويتر. ممكن اللي يسمعني يعني صوره كامله تكتيك بسيطه.
انت لما بتيجي تحسب الكود بتصارع الكود حاجه كانت ايه؟ تشتغل على كومبلكستي وكود اوبتمايزيشن او تشتغل على باراليزم على ان انت عندك مالتي بروسيسور او تشتغل على الاثنين. فلو نلاحظ كده خمسه من السته اللي قدامنا اشتغلوا على الكود اوبتمايزيشن. في منهم اللي اشتغل معاه باراليزم وفي منهم لا. واحد بس هو اللي اشتغل على تقريبا الكود باراليزم اللي دايما يشتغل على اوبتمايزيشن على الكود. فالدرس اللي اتعلمه هنا ان كود اوبتمايزيشن او الكومبلكستي ليه دوميننت افكت على التايم اكتر منه الاستمرار. يعني هنا المركز الاول اللي تخطى كل دول اشتغل فقط على كود اوبتمايزيشن. يعني ده لو كان اشتغل بدل كمان كان هيجي صورة اصعب منه. يعني ده كود اوبتمايزيشن فقط اشتغل عليه كسب كل اللي اشتغلوا على بدل او بدل مع كود. فده يوضح قد ايه تاثير اللي اشتغل على الكومبلكستي او على الكود اوبتمايزيشن على يا اما الاوردر يا اما الكونستنت فاكتور قد ايه بتفرق. حتى لو انت عندك مالتي بروسيسورز وانت اشتغلت على اكثر من بروسيسور ازاي برضه فلما تحس ان الكومبلكسي ده اللي بيبقى كتير اقوى من ان طبعا انت مش معنى تشتغل على اثنين. يعني كمان ممكن تتجربي الباراليزم وتشوفي الكود معاك هيحصل ايه. شكرا جزيلا. والنهارده ان شاء الله بنتكلم على الموبايل كنترول. هنعرف الجول بتاع اي ديزاين ولا تايم. هنعرف نجاوب على الاسئله دي. النهارده مين اللي مركز على الصوتنج الجوريثم؟ فهنشوف ايه احسن صوت في كل ساتوريشن ويندوز. نقف في نهايه المحاضره ان شاء الله نشوف ايه احسن صوت بقى ناخد نوعين الصوت اللي بنجاوب على الموضوع النهارده. وده احد اهداف الجوريثم ان انت ممكن يبقى عندك نفس المشكله نفس البروبلم ليها اكتر من حد بتاع الصوت ده في حوالي 30 او 40 نوع صوت على الجوريثم كلهم موجودين. انت دورك في سيتويشن زي كده مش ان انت تعمل الجوريثم صوتي جديد. هي صوت كلها موجوده كتير موجود يعني. بس دورك انت تختار مين انت. مين انت ربنا على سيتويشن وهكذا بقى. فده احد اهداف الكورس اللي هنشوف هنناقش الهدف بتاعك في نهايه المحاضره. هنعرف ايه الديفلوبر كونتر ايه فكرته في تلت الساعه على الاقل ان شاء الله. فكرة تشتغل لكن على الأقل عشان تبدأ تشربها وتعرف تطبقها ليه ممكن تقعد تعمل حاجة على حسب مجهودك والإفكت اللي أنت هتحطه. فبيجي من فين زي ما أكلنا أمثلة بتعلمها أفكار بشوفها وممارسة كل ما تمارس أكتر وتشوف أفكار كل ما هتشتغل طريقة التفكير دي بشكل أفضل. بعدين هتعمل أفكار بعدين هنشوف ازاي تسلكت تفسيرها بصوت بعدين هنعمل كومبينيشن النهارده وفي اخر ساعه يجوز شيت مزاجي ودي هدف المحاضره. الهدف منهم هو ازاي تيفالويت سيلف الجوريزمز تسلكت البيست بناء على السيتويشن. طب شفنا البروفوس المره اللي فاتت قلنا ان هو بيتجرب كل المشاكل. النهارده بنتكلم على طريقه ثانيه في التفكير اسمها الجوريزم. فكرتها باختصار 3 ستيبس. انت عندك مساله عايز تحلها مساله كبيره عايز تحلها كبيره كانبوت يعني. فاول ستيب ان انت بتقسم الانبوت ده المساله الى سب بروبلم مساله او اكتر سب منها يعني اصغر منها يعني بتشتغل على جزء من الانبوت. بعد كده كبير فتقسم المساله اللي انت بتشتغلها على انبوت اصغر سواء مرة أو أكثر. ده اللي بنسميه خطوة الرباط. قسمت المسألة إلى مسألة أو أكثر أصغر منها. تاني ستيب هتروح تكونفو. تكونفو يعني تأتى أو تروح تحل كل سب بروبلم بنفس طريقة الحل. بنفس طريقة الحل اللي أنت تبعتها البروبلم الاساسيه. فلو انت البروبلم الاساسيه بديت لها سي قسمتها
كلام سنتندر اما هتروح تحل كل واحده من دول هتقسمها على ايه؟ لازم نفس مرات تقسم كلام سنتندر. فبتفضل كده كل ما تنزل لمساله اصغر تروح تكنترول المساله وتحلها بنفس الطريقه. هتفضل كده لحد امتى؟ لحد ما ينفعش الاسكيس اما ما ينفعش تقسم خلاص المساله هتوصل الى حجمها وصل انه بقى ما ينفعش تقسم خلاص لو على 1 او 2 او 3. فاول ما توصل لبيز كيس خلاص كده الكونتور وقف. ستيب 3 دلوقتي حليت كل سب بروبلم ومعاك الحلول بتاعتك هتحل وصلت للاسكيس. ستيب 3 بترجع تكومبايل السوليوشنز دي بتجمع الحلول اللي انت حصلت عليها من السب بروبلمز دي كلها لحد ما توصل الى الحل بتاع المساله اللي انت عايزها. يبقى تاني طريقه التفكير دي يا ماما عايز تحل مساله كبيره قسمها مساله او اكتر اصغر منها. ستيب 1 ستيب 2 روح حل كل مساله بنفس طريقه الحل اللي هي هتقسم بقى. افضل كده افضل كرر الموضوع ده لحد ما توصل الى انت ما ينفعش تقسم كده بقى معاك حلول المسائل دي كلها ارجع كومباين السوليوشنز دي جمعها عشان تحصل على الحل النهائي بتاع اللي هو الحل بتاع المسائل. ليه بتفرق؟ ليه بنستخدم اي طريقه ديزاين؟ ايه الهدف من اي طريقه ديزاين؟ ايه الهدف؟ هل ايه؟ طيب مش ان انا جيت حل المساله انت بتغير طريقه التفكير مش عشان تجيب حل هي كده كده ممكن تجيب لها حل بروت فورس حل تقليدي بس انت بتغير طريقه تفكيرك في المساله علشان تحصل على حل افيشنت مور افيشنت عن الحل التقليدي ده لو ما حصلتش عليه يبقى يا اما فكرت غلط يا اما تغيير طريقه التفكير في المساله دي ملوش افكت. ممكن تجيب لها حل بس مش هيفرق معاك على الحل العادي يبقى مفيش داعي لطريقه التفكير. يعني انت بتستفيد من تغيير طريقه التفكير ان انت تحصل على حل ايه؟ مرهق. يقول ان الطريقه دي لما تيجي تكتب كود ليها هي اللي ترسم بالمطايات. الديفولت بتاعها اللي انت هيطلع الكرسي فوق ليه؟ عشان فكرة الكونتور بالظبط الستيب بتاعت الكونتور الكونتور كان بيقول ايه؟ روح حلو الصف بروبلم بنفس الطريقة. يعني ايه نفس الطريقة؟ هي ايه الطريقة؟ الطريقة هي الفانكشن هي اللي انت بتمشي ستيبس عشان تحل. جيت في النص عايز تحل سب بروبلم قلت طلعت تحلها بنفس الطريقه يعني ايه نفس الطريقه؟ ده نفس الفانكشن كده بس على ايه وقت؟ اصل مختلف اصل بالظبط ايه فهي بتكنسل الطريقه ده الشكل العام بتاع اي بتكنسل كود اللي هو في بري كود وفي بوست كود فهنا فتره الديفولت فين؟ هي بري كود ليه بري كود؟ يعني انت الديفايدر هو الحاجه اللي بتعملها قبل ما تركز قبل ما تكون يبقى بتعمل خطوه عشان تكسب اصلا فعشان كده خطوه الديفايد هي الخطوه اللي قبل الركاز خطوه الركاز هي مين؟ الكونترول يعني الكونترول حاجه يعني بتتاجع وبتحلها بنفس الطريقه خطوه الكومباين انت انت بتكومباين بعد ما توصل بيس كيس وانت راجع بقى كل الليفلز يعني بعد ما توصل تحت وانت راجع بقى من الريكيرشن وانت راجع من تحت لفوق من الريكيرشن عمال تتجمع كل وانت راجع عمال تتجمع فدي تتحط فين؟ بعد اما ترجع من الريكيرشن بعد اما ترجع من الريكيرشن وطبعا لازم كده كده في ايه؟ البيس كيس عدد كبيره في الاول عشان ده اللي بيوقف الريكيرشن وبالتالي لما تيجي
تعمل اناليسيس لمساله زي كده لفايلر دوت هتتبع الرولز بتاعت الاناليسيس اللي هي كسر التين وقت النورمال كود زائد وقت الريتيرش. مين النورمال كود هنا؟ الفايلر كومبايند. هتشوف الفايلر كومبايند هنا فين؟ هو ده النورمال كود. وقت الدوت هو الريتيرش. Hallelujah.
مصدر دي مصدر ويت مرتناها لان اف اوف ان اللي هي اوضه واحده وصال ان اس لوج ويت بيزك ايه اللي هي ان اس صفر اللي هي واحده صوره كيس 2 واحده منهم مضروبه في لوج ان ده اللي احنا نعرفه ان الكومبلكسيتي بتاعت الباينري سيرش احنا عارفين ان هي لوج ان صح؟ بس هنا جبناها لوج ان ما تكونش مختلفه ان هي هي تطبيق مباشر على فكره مجرد مفهوم يا شباب؟ طبعا ده احنا بنتكلم ان ده اسيوم ان ده لوز كيس. طبعا في بيست كيس اللي انت فاهمين اول مره. هو لوز كيس هو اللي يوصل لكده. حبينا نمسك ان نتريس سريعا ده الايتم ودي الاريا طبعا شرط الاريا كل المكان هنجيب النيفل نقارن الايتم اللي معانا مع النيفل مع التغيير في النيفل ساعة 8 ساعة اصغر يبقى النار جاية ده كده لما قارنت السبعة مع 8 دي خطوة ادوار على اساسها عرفت ان انت هتشتغل على النص اليمين اللي هو واحد وثلاثه وسبعه هتعمل ايه بقى في النص ده؟ هتكبر صح؟ يعني هتكبر هتجيب نفسك ايه هو الاستكس اللي انت هتعملها؟ انت هتمسك الايتم وتضرب مع النجم برضه بس بتاع مثلا لقيت السبعه اكبر من كتاب انا عملت ديفايد تاني انا كررت ديفايد انا بكرر المساله تاني السبعه اكبر من الثلاثه يبقى رحت هتنظر على النص اليمين المره دي اللي هو السبعه هتنظر على السبعه ازاي؟ هتريد نفس اللي بتعمل ان انت تمسك الايتم وتقارنه مع السبعه اللي هو الاي اوف الميدل فهنا سبعه 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 الكير ترو وكده خلاص كيك موبايل عملت كده خدت كام خطوه؟ واحد اثنين ثلاثة صح؟ اللي هي تقريبا لوج هما هنا سبعة ايتم لوج سبعة بيز اثنين من تلك تقريبا ثلاثة هو الثري ستيبس اللي انت عملته طبعا عشان نشوف تمام التفكير عارفين عشان نعرف بس الفرق بين الاثنين اللينير سيريس هو كام؟ هي سيرش كوبا كام؟ بضرب ايه؟ كروس كيس وبعدين سيرش كوبا لوك ان فانت لو بتسيرش مثلا في نمر تليفونات وويب مصنع عربي انت بتتكلم في اوردر المليار صح؟ بتتكلم ان انت في كل النمر كل الشبكات بتتكلم قرب المليار لو انت بتديني سيرش هتاخد الاوفر هتاخد مليار لو انت بتبايكر سيرش هتاخد لو مليار يعني 30 وصلت كده؟ ان انت لما بتغير الطريق تفكير قد ايه مدى التفكير ده على الكومبلكس بتاع مساله بسيطه زي كده. ده كان الولد فكر مع تطبيق مباشر عليه اللي هو مايكروسوفت. بقيه المحاضره ناخد مثالين تانيين يمكن بعضهم سمع عنه بعض هما الاثنين هدف
لكم الصور يقول لك ايه؟ دخلنا كم صور وتبقى في بعض الكلام ده وصل لو ما لقيتش طريقه
مترتبين يطلع لك في الاخر بقى ليه كامله مترتبه؟ حضرتك مين ساعتها؟ ايوه كان على التاني ولا؟ اه بالظبط فعلا ممكن الفكره ببساطه انك تستغل دي مترتبه ودي مترتبه فتبقى تشك اول ايلمنت من هنا مع اول ايلمنت من هنا زي الالف والدولار الصغير منهم انت ضامن ان هو مات هو اصغر اصغر في المجموعه كلها صح؟ لان الصغير منهم هي اللي ترتبه فيضل ان ده اصغر من كل دول وده اصغر من كل دول وانا اخترت منهم الصغير يبقى الصغير من الاثنين هينزل هنا اهو ويبقى ده ضامن اسيوني مثلا لهم 14 يعني 2 مثلا 3 5 1 2 1 فدي مترتبه ودي مترتبه 2 و 1 صاير 1 فالواحد ينزل هنخلص وين بقى الواحد مين اللي انت مش مترتب نص عليه ليه؟ ايه واحد لان ده خلاص ده ضمنت ان هو نزل محتاج اقارنه مع حد تاني انا ضامن ده الظرف طب هل ده حركه الوقت بتاعه؟ لا ما اعرفش لان انا ما اعرفش اللي جاي ايه فمحرك الوقت 2 و 2 الصغير ينزل صح؟ الصغير ينزل هما الاثنين زي بعض بنزل اي واحد بس احسن لي انزل الاولاني ده عشان الشغل حاجه بنسميها الاستابيليتي بتاعت الصوت الاستابيليتي بتاعت الصوت يعني ايه؟ لو انت عندك انقاض شبه بعض تبي تتكلم يعني فالمفروض لما تيجي تركبه تبقى شبه بعض الاستمرارية معناها ان انت تحطهم ورا بعض بنفس ترتيبهم الاصلي في الاداء اصلا يعني ده كان قبل ده يبقى ده ينزل الاول بعدين ده بيفيد في ايه؟ الاستمرارية دي لو انت بترتب بناء على مالتيبل كاتيجوريز عارفين انت في الاكسل مثلا ممكن ارتب على اساس كولوم وفي حاله التساوي ارتب على اساس كولوم هي مثلا او مثلا انت عايز ترتب تاريخ الميلاد فبترتب بالسنه وبعدين بالشهر وبعدين باليوم فيهمك ان او العكس يعني يوم شهر سنه فيهمك لما تيجي ترتب لو في حاجات متشابهه ينزلوا الناس مرتبهم الاصلي على اساس انت كنت مرتبهم قبل كده حاجه ثانيه ده معنى الاستراتيجي ايه سايد طيب كويس نكمل تاني هنا اثنين واثنين فالاثنين دي هتنزل وحركة الوقت اثنين وثلاثة الاثنين التانية هي اللي هتنزل وحركة الوقت ثلاثة وثلاثة ثلاثة دي هي اللي هتنزل وحركة الوقت ثلاثة وخمسة ثلاثة هتنزل وحركة الوقت إلى نادي مالها؟ تنزل وصلت إن هي إلى بيت نزل تعمل إيه في الباقي؟ كل الباقي اللي هنا سواء من أي تتوقف هيروح نازل في نهاية الأداء لأن الضامن اللي باقي هنا هو أكبر مجموعة أيتمز ومترتبة فبينزل زي ما هم حصلت في نهاية الأداء كده انت عرفت تلاقي الطريقه للموبايل تدمج بيها تو صور الاداء يديك اداء صور واثبتت صحتها مره جبت اي تو صور صور ايه تعرف تدمجهم في
لدينا متأكد وكان ممكن بنصحك ده ان هو بفكرة ان الصغير هو اللي بينزل فانا هظبطهم في الاهالي كلها فانا ضامن ان انا مش محتاج ابص عليه تاني ومحتاج ابص عليه معاك. فانت اهتمام بصحتها مرة كده انت ضامن ان الكل هيشتغل صح. ليه؟ يعني هو بيكمل هو بيكمل هو انت اللي هتيجي تركب النص بيحتمل ايه؟ تقسمه نصين وترتب كل نص هتختار اللي رجع لك مترتب هتعمل صحيح هتدمجه يطلع لك ده مترتب. نفس الفكره هي تدمج ده فيطلع النصين اللي هي تدمجه يطلع لك ده مترتب. رجع لك ده مترتب وده مترتب تدمجه يطلع لك ده. فانت الاسباب الصحيحه مره هي هتشتغل صح كلها مفهوم؟ السؤال هي انت فعلا هتبتدي تركز اما يوصل للبيت اما يوصل ان انت ما عندكش غير وان ايتم ووان ايتم ساعتها ايتم في نفسه بتركز يعني اديه فيها وان ايتم تعتبر بتركز واديه فيها وان ايتم ثانيه تعتبر برضه بتركز فبقى عندك اديه مترتبه وقالي تاني وقالي مترتبة هتعمل ايه؟ هتكمباي وانت معاكد ان الكمباي مظبوط خلاص. فانت هتكمباي صح هنا هتكمباي صح هنا هتفضل تكمباي صح في كل مرة هتحصل في الاخر على قد ايه؟ فاينل الاناليز خدت كام عشان تديفايد؟ رحت جايب الميدل صح؟ وقسمت على اساس قلت من واحد للميدل ده اريه ومن الميدل بلس 1 للاند دي اريه ثانيه معنى كده خدت اوردر للدرجة الكومباين هتاخد كام عشان الكومباين اريه خدناها هنا على اثنين مع اريه خدناها هنا على اثنين حطيت بوينتر هنا وبوينتر هنا صح؟ خلصت امتى؟ لما مشيت على كل ده ومشيت على كل ده تاني، حتى لو واحد منهم كان سابق تاني بضطر اكمل على التاني، فانت مشيت كل ده وكل ده اللي مشيت اثنين على اثنين، اثنين على اثنين دخلت وضع ثاني. وضع ايه؟ ده حطيت في كل بره. كونكور كم مرة هنا عندي؟ مرتين صح؟ مرتين كل مرة هتاخد نفس وقت المسألة الأصلية بس عن كام؟ إيه معنى؟ هتشتغل على بقى وتاخد نفس وقت المسألة الأصلية عندنا على اثنين ده برضه عندنا على اثنين يبقى اثنين اثنين على اثنين زائد قدرين بيتحل بيه؟ مصدر يبقى خلاها مصدر مرة هيطلع كيس 2 هيطلع واحدة منهم مضبوطة كده ان لوك ان لوك تتركب احنا جبنا الفكرة وعملنا هنا وهنعمل كريس واسمك كمان وده ده بالظبط دي فكرة طبعا مقارنة بس بسيطة كده ما بين الميرج سورت وما بين البروت فورس اللي احنا خدناه ده كان اوفر كام؟ البروت فورس اللي خدناه بس هو كام؟ وده ان لو بتتكلم ان ان مليون ده ياخد 20 مليون ده
ده مليون مليون يعني مليون مليون ده من 20 دخل انت بتغير في التفكير خالص ممكن من هنا في اهميه فورم ديزاين. طيب تعال نتريس دي المساله الاصليه تعمل فيها ايه؟ هتقسمها نصين نص اللي هو 7 2 9 4 والنص الثاني 8 6. ده كده عملت خطوة الديفولت. ستيب 2 هتكبر. يعني ايه هتكبر؟ هتروح تمسك كل نص وترتبه بنفس الطريقة. هي ايه بقى الطريقة؟ انك هتمسك النص ده وتقسمه. عشان تركبه محتاج تقسمه نصين صح؟ طيب هتيجي تمسك كل نص من دول عايز ترتبه هتعمل ايه؟ هتقسمه نصين صح؟ مش هي دي شو ده البارادايم؟ هي دي الفكره اللي انت جبتها. هتقسمه نصين 7 و2 ده عايز تركبه هتقسمه نصين 9 و4. تعال نكتب السبعة مكانها السبعة مكانها السبعة أدلية وحدها هي مترتبة والاثنين أدلية وحدها هي مترتبة. يبقى أنا هنا وصلت لإيه؟ للبيزنس. وصلت للبيزنس ترجع تعمل إيه بقى؟ ترجع تطلع هو اللوجيك كله بتاع الألجوريزم ده موجود فين؟ في الموبايل. كل الكومباريزنز والتفكير كله متأصل فين؟ في خطوة الكومباير. تعالى بقى كومباير الاثنين دول السبعة والاثنين هتعمل ايه؟ الصغير ينزل 2 و7 و2 الصغير اللي هي 2 تنزل والباي هيتحرك. الريجن كنت لازم 7 رجع التو امز دول مترتبين صح؟ ما انت اصلا اثبت الصف ده على اي تو صف ده نفس الفكره هي التسعه والاربعه تعمل ايه؟ الاربعه تنزل بوينت هيتحرك او تنزل التسعه كده عملت الكومباين لدول ودول فبيعني ان ده مترتب وده مترتب. عملت كومباين للاثنين دول وكومباين للاثنين دول. الخطوه اللي بعدها رجعت هنا ورجعت هنا. ده بقى مترتب وده مترتب. تعمل فيهم ايه؟ كومباين. هتكومباين ازاي للاثنين دول؟ هي نفس الفكره. بوينتر هنا وبوينتر هنا والصغير ينزل. الاثنين دول اربعه. الاثنين تنزل وبوينتر يتحرك. 7 و4 4 تنزل وبالتالي خط 7 و9 7 تنزل الأدلة نزلت ونزلت 9 كده عملت كومباين. حصلت هنا على أدلة حجمها N على 2 ومنها مترتبة صح؟ ده نص الشمال نفس القصة هتحصل فيه مصريني. انت عايز تركب مش عايز تصور في الاجل عايز تصور عايز تصور فيه هتصور فيه ازاي؟ هتكبر. يعني ايه تكبر؟ يعني تقسم نصين. عايز تصور تدي وعايز تصور تدي هتعمل ايه عشان تصور تدي او تصور تدي؟ تبقى تكبر. نقسم نصين 3 8 6 1. عايز تصور دي وتصور دي هو الرقم في نفسه ناجح. رقم الواحد في الاريه يعتبر ايه؟ يعتبر صورتين
طب بما اني وصلت ان دول كل واحد في نفسه قالين واحد صادق، برجع اعمل ايه؟ طبعا 3 و8 تنزل وراها 8 6 و1 و1 تنزل بعدين 6 كده حصلت على ده صوتك وده صوتك. بتعمل ايه؟ رجع كده في نفس الفكره نفس الاحكام اللي بتقول لما تيجي تفكر فيها بتفكر ان هي ضم من اول ليله. تعرف بقى الكوباية ولا لا؟ تعرف الكوباية دول يعني قلتها هنا وقلتها هنا، يبقى الواحد ينزل بعدين قلتها الحرب 3 تنزل قلتها الحرب 6 تنزل قلتها الحرب 2 تنزل 8 تنزل. حصلت على دي صوت، ده عندي دي صوت ودي صوت. تعمل ايه؟ تدمج الاثنين مع بعض يطلع لك لعبه اخيره صوت. 3 تنزل بعدين 7 تنزل قلتها الحرب. واحد واثنين الواحد